لكن إذا درجت وأنه يعاود يحب يعاود أغنية معناتها نجم نخليك أطلق عندي الأنا بالبحيرة مش معروفة مش معروفة بالشارع وأول مرة تتقدم في تونس ما تغنيتش قبل كانت بصراحة أنا اللي حسيته والله اللي نجمش تتقدم ما نجمش نضل فيك مش نقول لك فرحة كبيرة عمري ما حسيت الإحساس هذاك فهمت حاجة تشرف بصراحة حاجة تشرف برشا شفتها من بعد تحس انت مثلا قبل وقت مثلا نقوم مثلا بالسبكتاكل والبيانا تجيك مثلا اصحابك يجوك للوج هذا الجمهور نجم علينا نجم علينا الجمهور باش يعنقنا فهمتي وباش فهمتي باش يرحب بينا وباش يشكرنا تعرف تحس اللي كونه ماهيش مجامله فهمتي خاطر المجامله هذيك هي يعني اللي قاعده تضر فينا فهمتي
Yeah.
بالنسبة للخدمة يعني الجديدة هذه اللي عملناها هذه اللي يقولوا الغلطة بفلق يعني لازمنا تكون عندنا وراقنا منظمين اللي يكونوا إذا كان نسيت كلمة ولا ربما هو طوع عادة مثلا في وسط حفلة نسيت كلمة مثلا ولا حاجة ممكن باش تعاود البيت ولا باش تعاود الجملة هذيك هذه لا هذه غلط تكمل قدام. Thank you.
صوت الطير المهاجر يا سهر الليل والله شو نقول لك ما مانيش تخيلة ولا حاجة نخت قاعدة نخت خدمت عملت قبل زخرف عربية عملت كاسات خرجت شريط كاسات للسوق خدمت مع سي محمد القرفي في زخرف عربية وماذا بيا تتواصل التجربة معناتها قاعدة نخدم أنا راجل كنت يحبنا ويحب المزيكا يحب يرتقي بالفن إلى يعني كيف
هو سي محمد معناتها ما فماش حتى شك. قلت لي نخاف منه. بالحق نخاف منه، نعرف نخاف منه بصراحة. مش نخاف منه، هو ياسر جاد في الخدمة. أنا ما عندكش فكرة، راه سولدا ما يفهمش ما يفهمش أي راه. والنبي محمد أنا كناقف في البرايف أقسم بالله نخاف منه، صدقني كي يتغشش ولا حاجة ما تمشيش. تعمل تغلط انت في البيت وتنسى البيت، ما يهمنيش اكمل الزيتا نتاعي، ما يهمنيش فيه اللي يغلط ولا متغير. بالضبط. هذا انتصال محمد البركي اللي يكون 20 سنه الراجل يعني ثابت هاجمين، ومنهم يعني منهم نحن كان في هجمات يعني لوقات كنا ليش يعني عندنا فكره غلط عنه. فهو فعلا درس في الموسيقى ومنبه، منبه للناس اللي بتفقد الاشياء الجميله واللي خفنا عليهم في وقت من الاوقات انهم ينساقوا في هالتيار هذايا. هذا بمثابه المنبه باش يرجعهم لوعيهم ويعيدهم ثانية للذوق السليم وللأغنية الجيدة والمستوى الراقي. إيه وما فيناش حل آخر غير العمل. هكذا تودعكم الزخارف وتودعكم أيضا سلسلة نجوم. شكرا على كل الانتباه، شكرا لكل من كان إلى جانب هذه السلسلة طيلة مشوارها منذ سنتين تقريبا. على العموم سوف نلتقي في شهر رمضان المقبل إن شاء الله مع سلسلة جديدة نرجو أن تكون أحسن وأفضل مما قدمناه. شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.